السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين، معكم ميجموس. بإذن الله اليوم بنكمل تختيم بلودبورن. طيب، هذا المكان اللي ذبحت فيه الزعيم أبو روس كفاس، هذا آخر مكان وصلت له. وصلت عند هذه اللمبة وقفلت، فالحين راح أكمل من هنا. في أصوات. أوكي، هنا ما في شيء. تعالوا تعالوا، دولة مهجنين. الله ياخذ، ايش فيه؟ انقلع انقلع. طيب حلو، وفي صوت طفل. طيب اوكي، هذا طريق مختصر ما احتاجه الحين. هذا المكان، هنا في مكان سري فيه ايتمات حلوة مرة، لازم اروح معاه. اول شيء اسوي زي كذا، ان شاء الله اني اضبط من اول مرة باذن الله. صعب صعب اني اضبطه. حلو، ضبطته. لو طحت راح اموت، فحلو اني ضبطته على طول. ايوه، احتاج هذا دحين. طيب هنا في دولة يقلق. طيب افضل حل اتوقع اني اسحب عليه. حلو حلو، هنا في اثنين زيه. والله بصراحة يعني ودي اذبحه، ارتاح منه، لكنه قلق. والله بسحب عليه. في واحد ثاني هنا. يا رب ما جا ورائي. حلو، اجلب. طيب هنا واحد كمان، جمع منهم فلوس. اوهو، معايته رصاص. حلو. طيب طيب الحين، الحين ايش بسوي هنا؟ ايوه، عندي هذا الزر. الحين لما دقه يجي عرض، فعلى طول كذا. طاحت هذه العين، هذا اقدر اروح لها الحين، بس ما ابغى اروح لها الحين. في حاجة افضل اجيبها بعدين اروح لها. فاول شيء انزل من هنا. هنا في صندوق وفي هذا القلق، فبحاول اخذ الصندوق بدون ما يعني ما يلحقني. واو، حلو. اوه، لا 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 لا. طيب رجعت للمكان اللي مت فيه. ما شاء الله على طول عالج. بس ابغى هذا الصندوق، تكفى. خلينا هيا الاحتياط. يلا
باخذ الصندوق وبفتح. حلو، عالج. حلو، خلاص مع السلامة. تأخرت. طيب هنا في ايتمات حلوة. ما شاء الله. اوه صح، هنا في طريق. خلينا نفكه. بس هنا في ايتم كمان. وهذا الطريق المختصر. اوه هذا الطريق مكان ما حربت الوحش اللي بس يشرد. نفس المكان. طيب الحين في اهم ايتم في المنطقة. اصلا ايتم بس في منه قطعة واحدة في اللعبة. مكان مخفي كذا شوي. تيجي من هنا. وهوبا هنا. وهذا الايتم، هذا الايتم في كل تختيمة في واحدة منها. هذا السلاح، الايتم هذا ايش يسوي؟ السلاح الحين بلس 9، هذا الايتم يخليه بلس 10. ما في منه الا قطعة واحدة في الجيم الواحد يعني. فان شاء الله اني راح اطور السلاح هذا، راح اطور هذا السلاح بلس 10 لانه افضل سلاح الحين عندي. طيب هنا هوبا، هنا مكان ما حرب ذاك، فراح ارجع مكان اللي قبل شوي عند المصعد وارجع لكم ان شاء الله. طيب زي ما انتم شايفين هنا صار في مصعد، هذا المكان اللي في الحلقة الماضية. اقدر اروح معه الحين واصل للقلب اللي طيحته من فوق، بس ما ابغى اروح الحين، في حركة لازم اجيبها بعدين اروح. فالحين راح ارجع للمكان، اخر مكان وصلت له، وارجع لكم ان شاء الله، لان هذا كله طريق قديم. طيب طيب رجعت مكان اللمبة. الحين شوفوا، رجعت الهنتر دريم، طورت سلاحي لفل 10. خلاص الحين ما عاد اقدر الفل زيادة، اخر لفل لفل 10. فرحت طورت بالحجر اللي لقيته قبل شوي، وزي ما قلت الحجر هذا ما فيه كل تختيمة، فيه بس حجر واحد فقط. طيب الحين انا رحت من هنا، الحين بروح من هنا في دولي. هذه زي الوحوش اللي كانت في الغابة، استوي شوي ضعوه. حلو، في واحد فوق، هذا الساحر حقه. تعال يا حلو انقلع. طبعا يعطون فلوس، يعطون 2000، فهذا المكان لو باغي تجمع فلوس ممتاز مرة. طيب الآن هنا في طريق، ما في شيء، في صوت الخنزير. ايوه ايوه هذا الخنزير. شوي شوي وراه. لا جبت العيد. ما عليه ما عليه ما عليه. حلو، انقلع انقلع. شايفين 9000. مرة هذا الممتاز، هذا المكان ممتاز للتجميع. طيب هنا اتذكر في طريق. ايوه في هادي حقة سيجارة التطوير. احتاج لي قطعة واحدة عشان اطور مسدس حقي. طيب هنا ما في شيء، فبروح من هنا. اوه هنا في هايتم. اشو اني جيت من هنا. ايش ذا؟ حجر تطوير كمان.
ممتاز جدا. كمان أصوات خنزير. تعالوا تعالوا، هلا بسوي لكم حركة حلوة. السلام عليكم. شوف أخليهم يتحاربون مع بعض. ما شاء الله على طول يذبحوا الخنزير. حلو. الله يرحم والديه. حلو. حلو. أما باقي خنزير لسه. خلينا هيا. لأن أتوقع إني برقى فيه. حلو. هذا الخنزير كيف ما مات؟ ثقيل شوي. واحدة. حلو. خلاص خلاص مات. طيب هنا ايتمات، فلوس فلوس. الحين اتوقع ما عاد بقي لي شيء. هنا 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 هنا. خلنا نهيئ احتياطا يعني. شفته حجر تطوير. حلو. تعال تعال. واحدة. حلو. هذا وينه؟ انقلع انقلع. يا ساتر يا فلوس اللي جمعتها. هذا المكان اللي جيت معه من تحت ما في شيء. الحين اتوقع اني خلاص تقريبا خلصت هذه المنطقة. اوه باقي هذه. هذه ما اقدر اسوي لها شيء، بس كذا. اذا سبتها ما تسوي شيء، واذا قتلتها ما تسوي شيء. مرة ما تسوي اي شيء، فخليني اقتلها. هذه الوحشة الاخير في الدنجن، بس هنا ما تسوي شيء، ما لها اي فائدة. هنا في صندوق. اوه هذا دم، بس انا عندي ما اقدر اشيل الا واحد زيه. طيب لا لا، هذا طريق مختصر بداية اللعبة. فالحين بروح ادخل على الزعيم على طول. طيب الزعيم هنا، ان شاء الله انه مو صعب. ان شاء الله. شوف هذول الجاسين. هنا الزعيم. جاء عرق. هذا الزعيم. على طول كده. اصبر اصبر. دمجته. تعال تعال.
يا ليل الحركة دي. تعال تعال. أحا. تراجع تراجع. بقي ربع دمه. شال دمي كله. يا ليل ذي الحركة. الحين بيجيب نسخة منه. لا لسه مو هذه هي. خلاص واصف واصف. بقيله بقيله شوي خليني لا اتهوى. بقيله بقيله حبة. حلو قتلته. طيب اخيرا جات سبت اللعبه خربت. طيب الحين كذا اقدر اختم اللعبه، لكن في منطقتين ابغى اروح لها قبل ما اختم اللعبه، فخليني اول شيء ارجع لهنتر دريم. طيب زي ما انتم شايفين الحين الهانتر دريم قاعدة تحترق، واقدر اروح هنا واختم اللعبة في مكان هنا حق تختيم اللعبة، لكن قبل ما اختم اللعبة في منطقتين ابغى اروحها، وفي حاجة كمان ابغى اسويها، فبروح للمكان اللي ابغاه واجي. طيب وصلت هنا، هذا المكان زي ما انتم عارفين المكان اللي كنت اجمع فيه الناس اللي يعني تبغى مكان امن. فالبنت اللي هنا ما هي موجودة، فالحين راح اروح لها. اروح من هنا. واجي هنا. وهذه هي. هذه هي جايبة الطفل الصغير فاتكلم معاها. هذا الطفل حقها. فما اقدر اسوي لها اي شيء. خلاص. فالحل اني اذبحها، اذبح طفلها واذبحها فيعطوني هذا الايتم. هذا الايتم مهم للتختيمة الثالثة، وتعطيني جزمتها وانتم بكرامة. فالى هنا وصلت لنهاية الحلقة. ان شاء الله الحلقة الجاية راح اروح منطقة معينة، وبعدها راح اروح منطقة كمان، وبعدها ان شاء الله النهاية. فيعطيكم العافية على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية.